رئيس الحكومة وممثل الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يشاركوا في أعمال المؤتمر التأسيسي لتحالف الدول للطاقة بالعاصمة الهندية نيودلهي. رئيس منظمة شباب الحركة الوطنية للإنقاذ يلتقي بمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بالعاصمة النيجيرية نيامي. مستشار رئيس الجمهورية في التربية والتعليم العالي دكتور حسين مسار يضع حجر أساس لبناء مجمع تربوي بالدائرة الثانية. سيادة وسادة، طبتم وطاب الله وقاتكم بكل خير. نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. شارك صباح اليوم رئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير ممثلا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالعاصمة الهندية نيودلهي في أعمال القمة للمؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية بمشاركة بعض قادة دول العالم. وقد قدم رئيس الحكومة كلمة شاد في هذا المؤتمر. ترجمة الخطاب مع خالد مسلحش. Mon pays, le Tchad, a adhéré à l'Alliance solaire internationale pour apporter sa modeste contribution à cette dynamique. لقد قرر بلدي تشاد الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية من أجل المساهمة في هذه الآلية ذات الأهمية، خاصة بالنسبة لبلد مثل تشاد، حيث تسعى الحكومة بكل السبل لسد الاحتياجات من الطاقة وجعل أسعارها في المتناول من أجل المساهمة في التنافس الاقتصادي. في بلد مثل تشاد حيث المساحة شاسعة تقدر ب 1,284,000 كيلومتر مربع، فإنها من بين الدول المشمسة، إذ تقدر درجة سطوع الشمس سنويا ب 2850 ساعة في جزئها الجنوبي و 3750 ساعة في جزئها الشمالي، وتبلغ كثافة أشعة الشمس في المتوسط 4.5 إلى 6.5 كيلو واط في الساعة يوميا. وعلى نقيض الإمكانيات الهائلة من الطاقة الطبيعية التي تتمتع بها البلاد، فإن 90% من المواطنين التشاديين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، ويكفي الاستفادة من هذه الميزة الطبيعية التي تقدمها الشمس لكي تكسب تشاد معركة الطاقة من خلال الطاقة المتجددة. لذلك وضعت تشاد سياسة جذب المستثمرين إلى هذا القطاع، وهناك خطة وطنية للطاقة المتجددة حول وفرة الطاقة الشمسية والوقود الحيوي والطاقة المائية. ورغم سطوع الشمس لدينا، فإننا نعيش في عالم يواجه تحديات متزايدة في مقابل نسبة تقدر بأقل من 10% للحصول على الطاقة المتجددة. فإننا نعمل من أجل تطوير الطاقة الشمسية ونتوجه مع العالم من أجل تيسير انتشارها، كما نطمح بما لدينا من إمكانيات الطاقة الشمسية بأن نكون نموذجا للتحول في مجال الطاقة. وحسب رؤية تشاد للعام 2030، فإن السلطات التشادية تطمح بفضل التقدم التكنولوجي لتوفير الطاقة المتجددة للمواطنين بواسطة الطاقة الشمسية التي جعلت من تطويرها وتعميمها أولوية، لأنه بدون طاقة لا يوجد تقدم. Excellences, mesdames et messieurs, c'est donc avec beaucoup d'espoir et d'engagement que la République du Tchad choisit de participer pleinement à l'Alliance solaire internationale. بحضور مستشار رئيس الجمهورية في التربية الوطنية والتعليم العالي دكتور حسين مسار حسين تم مساء أمس في الدائرة الثانية مناسبة وضع حجر الأساس لبناء مجمع تعليمي كبير على نفقة فاعل خير من المملكة العربية السعودية. جرت المناسبة بحضور العديد من المدعوين. تقرير آدم حنفي فاضل. إن التعليم بمختلف أنواعه الأكاديمية والنظامية والتربوية لا شك أنه يسهم في كيان الأجيال والمجتمعات، لذا قام مستشار رئيس الجمهورية بوزارتي التعليم العالي والتعليم الثانوي الدكتور حسين مسار حسين بوضع حجر الأساس لمجمع آل صالح التربوي الذي جاء على نفقة فاعل خير من بلاد الحرمين الشريفين. أن بلادنا في الفترة الأخيرة قد شهدت ثورة علمية حقيقية، هناك مؤسسات وجامعات ومراكز ومدارس، و حقيقة هذا يدل على أن قائد البلد يسحر من أجل التعليم، وهذا
هذا المركز أيضا يعتبر جزء من المؤسسة التعليمية التي تقدم العلم النافع. مجمع يحتوي على عدة مرفقات كمسجد وبئر صهريج ومركز قرآني وحمامات. مدير منظمة الشفيع الخيرية لخدمة القرآن الكريم الشيخ المهدي يوسف أشاد بهذه البادرة الخيرية وأضاف: اجتمعنا لوضع حجر أساس مركز تعليمي، ونحن كمنظمة الشفيع بنينا عدة مراكز في عدة محافظات وتخرج منها أجيال. من جانبه مدير خلوة نور الأبصار الشيخ آدم محمد حسن حيث قدم شكره لكل الجهود المنسقة حول تنفيذ هذا المجمع، وأيضا شكر رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو على رؤيته الخاصة بشمولية التعليم والاستقرار والأمن. ويشار إلى أن مجمع آل صالح التربوي يضم أكثر من 200 طالب يسعون جاهدون لحفظ القرآن الكريم وعلومه. إليكم هذا الخبر الذي وصل للتو، حيث احتفل قبل قليل مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ الـNPS مساء اليوم بقصر 15 من يناير بمناسبة الذكرى 28 من تأسيس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في بامينا بقيادة الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو. وبهذه المناسبة قال الأمين العام للحزب محمد زين بدا إن حركتهم تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، كما شهدت البلاد نهضة غير مسبوقة، وذلك بفضل الرغبة السياسية القوية للرئيس المؤسس، كما تمكن نظام الـNPS من فرض الأمن والاستقرار في البلاد ودول المنطقة وإفريقيا ومكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم بوكو حرام. وأخيرا تقاسم الحضور كعكة الاحتفال، نوافيكم بالمزيد في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. وفي سياق متصل وعلى هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العام لحزب الحركة الحزب الحاكم في النيجر، التقى الرئيس الوطني لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ الـNPS إدريس عبد الله كلا بمناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـNPS المقيمين بنيامي عاصمة النيجر للإطلاع على أحوالهم. تقرير عز الدين الأمين نصر. خلال زيارته للعاصمة النيجرية نيامي وبعد مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للحزب الاشتراكي النيجري الحزب الحاكم للنيجر، التقى الرئيس الوطني لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلا مع مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بنيامي عاصمة النيجر. وكان محور اللقاء هو الاطلاع على حالة الشباب في النيجر والحالة السياسية لحزب الحركة ومناقشة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، واستمع كذلك إلى شروحات تتعلق بحياتهم وإقامتهم في النيجر ومدى الصعوبات التي يواجهونها. وانتهز السيد كلا سانحة اللقاء لمعرفة النتائج التي تحصل بالحركة في الانتخابات الماضية. أما المتحدث باسم شباب الحركة الوطنية للإنقاذ لدى دولة النيجر محمد علي، وخلال مجريات اللقاء عرض على الرئيس كلا متطلبات الشباب فيما يتعلق بتنشيط حركة الحزب وتحريك عجلة نشاطه حتى يتمكنوا من إظهار الصورة التي تليق بمكانة الحزب وتوسيع رسالته إلى أكبر قدر ممكن داخل البلد الذي يمثلون فيه الحزب. وتوجد لقاءات رئيس شباب الحركة بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية الذي يرأسه السيد كلا والذي يضم السودان والنيجر وبنين ومالي وبوريندي وتشاد. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة على مستوى إقليم البطحة تم تنظيمه هذا العام بمدينة أم حجر عاصمة مقاطعة البطحة الشرقية بحضور حشد من نساء إقليم البطحة. تقرير محمد طاهر جبريل الحار. مدينة أم حجر حاضرة مقاطعة البطحة الشرقية تم اختيارها من قبل المندوبية الإقليمية للمرأة الأسرة والتضامن الوطني بالبطحة لاحتضان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة دورة 2018. وفد رفيع يضم ممثلي مختلف المدن يقوده مدير مكتب حاكم إقليم البطحة جاء للمشاركة في هذه الاحتفالية التي جرت بالميدان العام للمدينة. رئيسة لجنة التنظيم زكية عبد الله
قالت إن فرصة الأسبوع الوطني للمرأة الشادية لهذا العام كانت سانحة لنساء الإقليم، حيث تبادلنا الخبرات والمعارف من خلال المؤتمرات النقاشية، الندوات والمعارض. وشهدت المناسبة تقديم برقيتين، الأولى للشكر موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية لجهوده التنموية بالبلاد، والثانية تضمنت توصيات طالبنا فيها الحكومة بضرورة إيجاد أرضية تفاهم مع النقابات العمالية لإنهاء الإضراب المستمر منذ فترة. وطلبنا أيضا من الحكومة تسهيل إجراءات منح القروض الصغيرة لصالح المرأة. محافظة مقاطعة البطحة الشرقية السيدة جيما دومغراس قالت في حديثها إن عيد المرأة يجب أن لا يكون مجرد مناسبة للفرحة والمرح، ولكن على النساء وعي المغزى من تنظيمي هكذا عيد، وهو عرض ما تم وما يجري إنجازه لصالح المرأة بالبلاد. هذا وتخلل الحفلة عرض نسائي شاركت فيه عضوات التجمعات والجمعيات النسائية إلى جانب طالبات مدارس محو الأمية. نبقى بإقليم البطحاء، حيث أطلق حاكم إقليم البطحاء علي آدم عبد الله بالمندوبية الإقليمية للتنمية الريفية أعمال الدورة التدريبية حول الثروة الحيوانية ومشاركة العديد من الفنيين والمعنيين بشأن الثروة الحيوانية في الإقليم. تقرير محمد طاهر جبريل الحور. مسؤولو وعمال الأقسام المعنية بالبيطرة والرعي بالمقاطعة الثلاث في إقليم البطحة يعكفون على إعداد خطة عمل جديدة من شأنها تطوير هذا القطاع نظرا لأهميته. هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الإقليمية للتنمية الريفية، قال المندوب يوسف خميس أرامي إنه جاء على إثر ملاحظة بعض جوانب القصور في العمل، مع العلم أن البطحة أول إقليم من حيث الثروة الحيوانية، بينا أن إجمالي رؤوس الماشية حسب التقديرات هو 22 مليون رأس. هذا وبعد أن بين أهمية الثروة الحيوانية في تعزيز الاقتصاد الوطني، ذكر حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله المشاركين بضرورة طرح كل الصعوبات مادية كانت أو بشرية ووضع اقتراحات الحلول اللازمة لها. وقال الحاكم إن تنمية العالم الريفي التي هي من أولويات سياسة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو لا تتحقق إلا بتحديث قطاع الثروة الحيوانية وجعله مصدر دخل حقيقي للشباب والمرأة. أزل الستار مساء أمس بمقر معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بحي مرقيبة، أزل الستار على أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها إذاعة الهدى بالتنسيق مع معهد العلوم والتقنيات التطبيقية. الدورة كانت حول فنون التحرير الصحفي وإعداد وتقديم البرامج. تقرير خالد حسن صالح. وسط حشد كبير من ممثلي المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، أسدل الستار عن أعمال الدورة التدريبية التي أقيمت في مجال فنون التحرير الصحفي وإعداد وتقديم البرامج. وكانت الدورة تحت شعار اعطني إعلاما مهنيا أصنع لك أمة، حيث تحدث منسق الدورة طارق محمد زكريا عن أهمية الدورة وما تلعبه في واقعنا الإعلامي، مشيرا إلى النقاط التي جمعت المعهد بالإذاعة وكيف ولدت الفكرة وترجمت لتكون بهذه الصورة. أما المشاركون فقد طلبوا خلال كلمتهم إمداد أيام الدورة وتنظيمها بشكل مستمر وفي فترات متقاربة، شاكرين الإذاعة والمعهد على هذه البادرة التي هم بحاجة ماسة إليها. مدير إذاعة الهدى محمد بخيت الجزولي دعا المشاركين للمواصلة في اكتساب المعارف وسعة الاطلاع تلبية لحاجة الإعلام الوطني للتأهيل والتدريب، لأن الذي يتابع المؤسسات الإعلامية في تشاد خاصة المسموعة والمرئية يجد فيها مشاكل كثيرة مهنية وفنية وغيرها، والتي لا يمكن تجاوزها وحلها إلا عبر التدريب المستمر. من جانبه مدير معهد إستا عبد الحكيم محمد زكريا شكر إذاعة الهدى وأكد أن المعهد مستعد لدعم مثل هذه الأنشطة. هذا وقد استمرت الدورة من تاريخ 24 من فبراير إلى 3 من هذا الشهر، واستفاد منها 60 مشاركة من طلاب الجامعات ومنتسبي الوسائل الإعلامية وبعض من هواة المجال الإعلامي.
أقامت خلية التنسيق والأخبار للجمعيات النسائية المعروفة اختصارا بسلياف أقامت مناسبة افتتاح مكتبها الفرعي بمدينة أم جرسة بحضور الأمين العام لإقليم إندي شرق. تقرير آدم حسن المكاوي. الشبكة الوطنية لحقوق الشادين التي أنشئت في 23 من نوفمبر للعام 1996 والمتحصلة على تصريح مزاولة العمل عام 1997 خلية التنسيق والأخبار للجمعيات النسائية سيلياف التي تجمع بداخلها أكثر من 1450 جمعية و25 ألف عضوية للنساء تتواجد ممثلياتها في 16 إقليم ومدينة أم جرس حاضرة إقليم إنيدي الشرق بتنصيب مكتب الخلية هذا يصبح العدد 17 إقليم. المسؤول الوطني لخلية التنسيق والأخبار للجمعيات النسائية سيلياف قالت بأن وضع مكتب للخلية بأم جرس يهدف إلى التقرب من نساء إقليم إنيدي الشرق ومعرفة إشكالياتهم ليتم تقييمها في المكتب الرئيسي. ممثل حاكم إقليم إنيدي الشرق الأمين العام للإقليم ماب مارا من جهته ثمن النشاطات التي تقوم بها خلية التنسيق والأخبار سيلياف من أجل خدمة النساء مؤكدا بأن إنشاء فرع سيلياف بالإقليم يساعد المسؤولين كثيرا في تسهيل حملات التوعية لتعليم النساء فيما بينهن. كما أفاد ماب مارا بأن سيلياف ستدعم النساء في كيفية إنشاء أعمال خاصة بهن. نصب حاكم إقليم البطحاء علي آدم عبد الله بمدينة أم حجر المحافظ الجديد لمقاطعة البطحاء الشرقية غراس جمادوم بحضور العديد من المسؤولين الإداريين والعسكريين في إقليم البطحاء. تقرير محمد طاهر جبريل الحور. محافظة جديدة لمقاطعة البطحة الشرقية إنها المدام غراس جمادوم كيلاميو التي تم تعيينها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 306 الصادر بتاريخ 21 من فبراير 2018. المحافظة من خريج المدرسة الوطنية للإدارة وكانت قد شغلت منصب مدير مكتب إدارة الأراضي من العام 2014 إلى العام 2016 وشغلت أيضا منصب الأمين العام لمقاطعة البطحة الشرقية من 2016 إلى حين تعيينها محافظة في نفس المقاطعة. في كلمة التنصيب ذكر حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله المحافظة الجديدة بمهامها والتحديات التي يجب رفعها والتي تتمثل في ضبط الصرف الإداري العام وكذلك معالجة النزاعات القبلية المنتشرة بالمنطقة. وأكد الحاكم أن المحافظة تعرف جيدا المنطقة لحكم مضيها فيها عامين كاملين كأمينة عامة. السيدة غراس جمادوم في كلمتها قالت إن تعيينها في هذا المنصب الهام له شرف لكل النساء بالبلاد وتعهدت بأن تعمل استنادا إلى معاونيها من الإداريين وكذا المواطنين. هذا وشهدت المناسبة تقديم رقصات فلكلورية أتهفت الحضور. عرض المطرب كرافات سان فرانسيس ليلة البارحة ألبومه الجديد خلال سهرة غنائية وقد تناول الفنان في بومه الجديد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. تقرير عباس بكر مصطفى. سهرة غنائية للفنان كرافات سان فيستان التي سمحت له بعرض ألبومه الجديد الذي يحمل في طياته أربع عناوين فرعية منها ما يعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. تلبية لدعوة الفنان فقد شارك فنانو الذين قدموا خصيصا لمصاحبة الفنان في سحرته الغنائية حيث أبرزوا مواهبهم الغنائية للجمهور. من جانب الفنان كرافات سان فيستان أشاد بحضور المشرف وطلب دعم المواطنين للرقي بالثقافة ورفع راية البلاد في المحافل الدولية للغناء. رياضيا بدأ مساء أمس بملعب باري كونغو الموسم الرياضي للفيدرالية التشادية لريمي الجلة على مستوى رابطة مدينة إنجمينا بمشاركة 13 فريقا. تقرير عباس عبد بكر مصطفى للمرة الثانية. بمشاركة 13 فريقا لرابطة مدينة أنجمينا لرمي الجلة
حيث شهد ملعب باري كونغو انطلاقة الموسم الرياضي للفيدرالية التشادية لرمي الجلة دورة هذا العام. وقد واجهت الفيدرالية تأخيرا في بداية نشاطها بحسب الجدول الذي وضعته الفيدرالية نتيجة لعدم الدعم المادي. يشانو سبور بريتاندا يقول له مشي سوق الوايد في شهر الناس قاعدين يلعبوا بس اما بخانا كاردا قاعدين سوق المدا ستركتوري عديل انا كل سوقنا فيدراسيون اكنا كل قاعد سوق لا اوفيسيال خلاص انا كل مشي الفيدراسيون وايدين جاي ابيو انا مدا اللي كنا ابيو الفيدراسيون كنا في كي خلاص هم كل يفكروا لك ومشي لا لي بدي امشي يزيد. كما ان الفيدرالية اصبحت مشلولة النشاط في بلاد توماي الا انها قد مثلت البلاد في المحافل الدولية للرياضة. والله الصوبات ده مع علم في شادة زي ما انتو تشوفون الصوبات في كلام الأراضي السلطيرة عندنا عند الصوبات شيء في التيرة وصوبات ده في ياري عندنا معيد وحسة ذات الماشين مام إن شاء الله نلقوا حل وكلام الأراضي وكلام يعني يكمبوني يعني إن شاء الله. فريق إيريديتي يعادل مع خصمه فريق جينيراسيون إسبور بثلاثة نقاط، وفريق إستيتيل لدمبي يفوز على خصمه فريق سابانغالي بأربع نقاط لنقطتين، وأيضا فريق سوسيال ضد سي سي إس يفوز بأربع نقاط مقابل اثنين، وفريق توماي يخسر أمام فريق ليون بنتيجة 6-0. نختم هذه النشرة بقراءة هذا البيان الرسمي الذي يحمل رقم 108 من عمدة بلدية أنجمينة. عمدة بلدية أنجمينة تدعو جميع سكان مدينة أنجمينة الخروج لممارسة نشاطاتهم الاعتيادية يوم غد الاثنين 12 مارس. ومن جانب آخر تدعو العمدة جميع التجار والتاجرات بمختلف الأسواق في العاصمة بفتح دكاكينهم ومحلاتهم التجارية حتى يتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم اليومية. السيدة العمدة تأمل من الجميع إبراز روح المفاهمة والوطنية. أنجمينة في 11 مارس 2018، توقيع عمدة بلدية أنجمينة السيدة مريم جماع عبيد. بقراءة هذا البيان الرسمي أصل وياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من عاصمة أنجمينة. حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله. سلام عليكم.